السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مش فيديو شغل، النهاردة فيديو ريفيو. طبعا انا بينطلب مني كتير جدا اعملي لنا ريفيوهات على الخيوط. طب ده ايه نظامه؟ طب ده بنشتغله بايه؟ طب بعد الغسيل ايه كده؟ فالنهاردة الريفيو لخيط من الخيوط الشتوي هو ناكو فيزون. طبعا شركة ناكو غنية عن التعريف، فيها طبعا منها ناكو برلانتا اللي هو يعني ملك الامجرومي. طبعا البرلانتا تحفة، الناكو ساتن قطن برضو حكاية، الناكو ابيزا، وادي الناكو فيزون. طبعا دول على سبيل المثال ولا الحصر، في خيوط تاني كتير من شركة ناكو. الشركة دي شغلها اثبت نفسه في الفترة الاخيرة جدا يعني. المهم احنا دلوقتي بنتكلم على الفيزون. الفيزون في منه اللي هو السادة واللولي بوب اللي هو الجانجو، بس هو مش عندي، دول اللي عندي. اولا الفتلة زي ما انتم شايفينها كده، هي الفتلة ناعمة مش خشنة، ماشي؟ ناعمة. المعلومات اللي على البقرة، مية جرام، مية خمسة وتسعين متر. هو مقترح هنا انك تشتغليها بإبرة تلاتة، تمام؟ بس انا افضل تلاتة ونص، تمام؟ ده إبرة الكروشيه، إبرة التريكو من 4 لـ5. طبعا انا مبشتغلش تريكو، فده للبنات اللي بيشتغلوا تريكو. طبعا الخيط تركي. نيجي بقى، طيب انت جربتي الخيط ده يا أميرة؟ كده انا بقالي سنتين بشتغل بخيط ناكو فيزون، عندي منه لبس لبناتي بقاله سنتين، لا وبر ولا بهت، وبغسله على فكرة في الغسالة. انا من الناس على فكرة اللي ما بتحترمش شغلها بصراحة في الغسيل. انا بغسل غسيلي بشغلي في الغسالة، بس انا ببقى متأكدة الاول من الخيط اللي انا بشتغل بيه. طبعا بغسلوش على السخن، بغسله على البارد وخلاص، وببقى مقفلة شغلي كويس. انت لو عاملة فينش الشغل كويس جدا على فكرة، وفي ناس كتير جدا زيه، وفي ناس لا، في ناس لا بتغسل الكروشيه بالطبطبة كده، بس انا عن نفسي انا بصراحة بغسله في الغسالة عشان ما اكدبش عليكم. الخيط فيه تشعيرة بسيطة مش توبيرة، مش موبر يعني. في فرق، في خيوط بتوبر وفي خيوط مشعرة بسيط، وفي خيوط مشعرة قوي، تمام؟ معنى ان الفتلة تبقى مشعرة شوية ده مش معناها ان هي بتوبر، لا، عشان لما تيجي تمسكي الخيط ماشي في الغسيل ما بيبهتش في الغسيل. بصوا كده التشعيرة اهي، ببينها لكم البسيطة خالص اللي فيه اهي، يعني بصوا حاجة كده لا تذكر. الفتلة حلوة خفيفة، ما تطلعش الشغل مكتم كده، ما بيبهتش يا بنات، ما بيبهتش. وفئته السعرية ممتازة، وقلنا قبل كده ما ينفعش نقارن بين خيط مثلا وليكن تمنه 15 16 17 جنيه بخيط تمنه 25 26 جنيه، لان في فرق في الكيلو حوالي 50 60 جنيه، تمام؟ و70 بتوصل كمان الفروق 70 جنيه في الكيلو، في البقرة بتبقى من 6 لـ7 جنيه. فانا ما قارنش ده بده ابدا. مش معنى ذلك ان ده احسن من ده او ده افضل من ده او الخيط ده احسن، لا، انت ما تحطيش. انت عندك فئه سعريه، مثلا في الناكو اللي البرلانتا ب 25، اقوم اقارن بقى ب 25 ده بفئه زيه ب 25. الفيزون تقريبا ب 17 تقريبا، انا مش فاكره سعره لان الخيط ده عندي من فتره، تمام؟ ف تقريبا 17 جنيه هنقول البكره، مش والناكو برلانتا ب 25، هو ده فتله صوف والتاني فتله على قطن. بس برضو ما قارنش الاثنين ببعض، لا الفتله زي بعض اصلا ولا الثمن واحد، تمام؟ بس في فئته السعريه هو ممتاز جدا، انا عامله منه لبس كتير.
ما وبرش على لونه، اللون ما راحش، ما بهتش، ما مهدش على بعضه او ما بهتش على بعضه. الفتله حلوه جدا محترمه. جربوها، مش يعني مش هتندموا ان شاء الله يعني. تمام. لو في اي خيط حابين اعمل لكم عليه ريفيو، ده كده الريفيو مش عارفه رقم كام للخيوط اللي بنعملها. وانتظروني ان شاء الله بامر الله في ريفيو جديد بجهزه ان شاء الله بامر الله لحاجه مفاجاه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.